يعلم إذا فطر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن أخبرهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وسكون الجبال كالعهد المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون جحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن قابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون جحيم ثم لا ترون عين اليقين ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أفلته كلا ليرمدن بالحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله موقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مصدة في عمد ممددة لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيده في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف من يعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها
Amen.
الله عليه وسلم نحن على ذلك من الشاهدين. ارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من شهداء حق قائمين بقسطه. ان الله وملائكته يصلون على النبي. وبداد كلماتك كلما ذكرك وذكر رضاك وقد عن ذكرك وذكر الغافلون. رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين عن التابعين وتابع التابعين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في